أبدت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قلقها الشديد من حال المراوحة المستمرة جراء الفشل في تشكيل حكومة جديدة. توقفت الكتلة أمام المحاولات المكشوفة وغير الناجحة لحجب الأنظار عن المشكلة الأساس، أي الفشل في تشكيل الحكومة ومحاولة الاستعاضة عنها بإثارة الغبار أو بتفجير قنابل دخانية، أملاً بحجب الرؤية عن مأزق أبناء الصف الواحد. وهذا ما يفسر تتابع افتعال المشكلات الجانبية التي لن يكون آخرها الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق ثورة الأرز وما مثلته وتمثله بالنسبة للشعب اللبناني من تضحيات وشهداء. الكتلة أكدت أن مراحل تنفيذ اتفاق الطائف لم تكتمل حتى الآن بسبب الأوضاع والظروف التي سادت سابقا، لذا من الواجب قبل الخوض في أي تجربة جديدة غير مأمونة العواقب استكمال تطبيق بنود الاتفاق كافة. المجتمعون علقوا كذلك على حادثة سنترال العدلية. توقفت الكتلة أمام الحادثة التي افتعلها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال الدكتور شرب النحاس عبر تكراره لممارسات لا تنم إلا عن توجه مستمر لتجاوز سلطة مجلس الوزراء وجموح شخصي للاستعراض الإعلامي وممارسات استنسابية وكيدية مستهجنة لا تتفق مع أصول عمل المؤسسات وتخالف في الوقت ذاته القانون والأعراف. إن محاولة القفز على سلطة مجلس الوزراء ستواجه بالتصدي الحازم وبالتأكيد على التمسك بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء. كما استنكرت الكتلة الاعتداء الأخير على اليونيفيل ورفضت تحويل لبنان إلى صندوق بريد لإرسال رسائل أقليمية ودولية، محذرة من أن التمادي في هذه التصرفات يجعل من إسرائيل المستفيد الأول على حساب وحدة اللبنانيين واستقرارهم.